هيخلينا نتراجع عن ثوابتنا الوطنيه اللي هي الدفاع عن الدوله المصريه، مسانده الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوه، الوقوف وراء جيشنا العظيم بكل قوه، الوقوف وراء شرطتنا العظيمه بكل قوه، الوقوف وراء قضائنا العظيم بكل قوه، وقبل كل هؤلاء الوقوف مع شعبنا العظيم بكل قوه، لان كلنا بنعمل لصالح هذا الشعب، بنعمل لحضراتكم لصالح مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليس لنا مصلحه خاصه على الاطلاق، لم ولن، غير الاخرين هم عارفين كويس قوي متعورين قد ايه، بس انا مش هدخل في معارك جانبيه ولا معارك شخصيه على الاطلاق، وانا بقول اهو زي ما عملتهاش قبل كده. ولو كان في وارد جدا، احنا يمكن الحمد لله في 2015 حققنا نجاحات غير مسبوقة، انا بقول اهو غير مسبوقة في كل مكان، احنا عندنا هدف واحد، عندنا سياسة تحريرية معينة، عندنا خطة محددة، الخطة المحددة حضراتكم دي اللي خلتنا نكون في المركز الاول.